بداية حديثنا مشاهدينا راح تكون من فقرة تاج العافية. راح نحكي اليوم مع الدكتور أحمد تاجي الاختصاصي في الطب النفسي عن واحدة من أخطر المشاكل اللي ممكن تصادف المجتمعات وتحديدا خلال فترة الأزمات، واحدة من المشاكل اللي بتكون نتائجها وخيمة وكبيرة جدا وخاصة بالمرحلة القادمة بعد كل المشاكل اللي مرقنا فيها وتحديدا ضمن سوريا واللي هي الاكتئاب. اليوم راح نحكي مع الدكتور أحمد عن تفاصيل هي المشكلة، كيف نقدر نحلها في حال عانينا منها، كيف نقدر نتوخاها ونتجنب الوقوع فيها والوصول لحالات الاكتئاب الحاده. يسعد لي اوقاتك دكتور، اهلا وسهلا فيكم. يا هلا، العافيه دكتور. يعني بدايه حديثنا، الاكتئاب هو مرض العصر اليوم واكثر الامراض النفسيه شيوعا ولكن اليوم نحن بنهارنا ممكن نمر بحالات نفسيه كثير. كيف بدي اعرف انا اليوم فرق بين اني انا مكتئبه ولا حزينه ولا مزاجي متقلب؟ كثير حلو. الحقيقه هي اكثر الامراض تعطيل للعمل بالعالم، يعني اكثر حتى من الامراض البقايا القلبيه وغيره، فهو من الامراض المهمه كثير. بس استعملتي كلمه امراض وهون هو الاساس بالفكره. يعني نحن كثير هلا الحمد لله عم نسمعها كلمه اكتئاب بالشارع، صرنا كثير كنا قبل يتجنبوها ويعتبروها شيء معيب او شيء غلط. الناس بلشت تستوعب شوي انه الاكتئاب هو شغله لازم تتعالج وهي شغله خطيره. الحزن هو مرحله بنمرق فيها كلياتنا وتجاوزها سهل، يعني ممكن اذا رجعنا على نشاطاتنا، رجعنا مارسنا حياتنا بشكل طبيعي حنمرق منها بعد وقت. لكن الاكتئاب هو مرض اضطراب له معايير معينه للتشخيص وبحاجه اكثر الاحيان للعلاج. تماما دكتور، كونه حكينا انه مرض فهو حاله طبيه بحته. اليوم اذا بدنا نعطي تعريف للاكتئاب من وجهه نظر الطب النفسي، كيف بنقدر نعرفه؟ هلا الاكتئاب حتى نحن نقول هذا الشخص هذا مكتئب، اول شيء لازم يكون عندنا فتره اسبوعين. خلال هالاسبوعين لازم يتظاهر عندنا على الاقل 5 اعراض من اصل 9، لان الاعراض كثير مهمه. اولهم اللي هي اهم وحده هي انخفاض مزاج معظم اليوم، كل يوم لمدة أسبوعين. يعني أكثر اليوم هو شخص ما له مبسوط، شخص عم بيبكي، ما له سعيد وما بيعرف ليش ما له سعيد. يعني أكثر وما بيعرفوا إنه شو المشكلة اللي صايرة معي. من الأعراض اللي كتير مهمة هو فقد المتعة والاستمتاع بالنشاطات اللي كان عم يمارسها قبل. الشخص هذا كان يروح على رياضة، كان يقعد مع أهله، كان يطلع مع أصحابه، فقد كل هالشغلات هيدي ما بقى له مزاج عليها، ما بقى بده يعمل أي شيء. من الأعراض الثالث، العرض الثالث هو التعب وفقد الطاقة. كثير بيجوا لعندي خاصه النساء المتزوجات بالبيت اللي تعبانه، ما عم بقدر اسوي شيء، لا بقدر اعتني باولادي، لا بقدر اعتني ببيتي. هذا عرض كثير مهم. من الاعراض الاخرى هو النوم، يا بنلاقيه نايم طول النهار يا اما ما عم بيجي نوم نهائي. بتنعكس بين حالتين، انه انا ممكن تمد مثلا اوصل نهار بنهار بدون نوم وحاله من ستريس؟ لا، مو لهالدرجه هذه بالاكتئاب، ولكن بتحسه انه عده شغلات بالنوم، يا اما بتلاقي صعوبه الدخول بالنوم، يا اما في عده مرات اثناء النوم، يا بتلاقي في بكير كثير حسب الاكتئاب اللي هو فيه. تمام. الاكل بتلاقي بزيد اكله او بينقص اكله، بتلاقي يا فاقد شهيه نهائيا، بتلاقي طول النهار نازل بهالاكل هذا. صحيح. من الاعراض الثانيه الحقيقه هو صعوبه اتخاذ القرارات، لو مش زاد هذا من الاشياء الخطيره بصراحه. لانه دائما بحس انه هو سبب كل المشاكل، حمل حاله مسؤوليات زياده عن اللزوم، بدور على كل شيء اسود بحياته ليقول هو النقطه المهمه. العرض الخطير والحقيقه اللي ما بنقدر نلعب فيه منه واللي بحاجه هذا لدخول مشفى هو الافكار الانتحاريه. هون ما عم نحكي على تمني الموت، يعني في فرق بين الخوف من الموت. الخوف من الموت هو شغله طبيعيه كلنا بنمرق فيها، ولكن هذا الشخص بيتمنى الموت وقد يصل الى افكار انتحاريه، وهي الافكار الانتحاريه اذا كانت فيها خطه، يعني هو في ادويه بالبيت خطيره وعم بيقول لك بدي اخذ ادويه، في سلاح بالبيت وعم بيقول لك انا بدي اقتل حالي بسلاح، في مؤهلات لهذا الموضوع، معناته انا لازم اتخذ قرار بهالموضوع هذا السريع. يعني مثل ما عم تحكي حضرتك اليوم عن الاعراض، هل هو له علاقه بفقدان الشغف ولا لا؟ هذا شيء ثاني تماما. لا لا، نحن قلنا هون لازم ما يتحقق بس عرض واحد، نحن بدنا نجمعهم كلهم. تمام. الحقيقه نحن بالموضوع الطب النفسي شوي موضوعنا اصعب من غيرنا. يعني بقيه الاطباء بجوز الجراحين يتعاملوا مع الجسد، نحن بنتعامل مع كل مكونات الشخص. يعني نتعامل مكوناتنا الاساسيه اكيد، يعني هي الافكار، مشاعر، جسد. تمام. اذا لاحظتي الاعراض، اذا هيك بتنظري لها نظره، بتلاقي في اعراض جسديه مثل النوم، الاكل. صحيح. مثلا انقطاع الدوره التنسيه عند المراه، فقد الرغبه الجنسيه عند الرجال والمراه، هدول اعراض جسديه.
بتلاقي في اعراض متعلقه بمشاعر تماما، اعراض هي نفسيه، زعل، انخفاض مزاج، فقد المتعه، وفي اعراض تقلب يمكن بي 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 في اعراض متعلقه بالافكار، لوم الذات. فلذلك بتلاقي الاكتئاب يجمع كل الشغلات الثلاثه مع بعضهم. تمام. دكتور اليوم اذا بدنا نحكي اكثر، في اعراض صحيه ممكن المريض اليوم مريض الاكتئاب اليوم تصير معه؟ هل في اعراض صحيه؟ هلا كثير حكينا عن الاعراض الجسديه الاعراض النفسيه، ولكن اليوم هل الموضوع كمان متعلق بالصحه؟ اكيد متعلق بالصحه، يعني نحن هذا الشخص بيبدا بيفقد كل شيء بحياته، فما حيعتني اكيد بصحته حتى بشكل عام. وغير هيك الاكتئاب كثير احيانا بيترافق مع القلق، والقلق بيظهر فيه من احد اعراضه هو ظهور اعراض جسديه غير مبرره. صحيح. نحن كثير من مرضى الاكتئاب بيجونا من غير عيادات، يعني بيروحوا عن طبيب قلبيه، بيروحوا عن طبيب مثلا الصدريه كذا، على الصدر، كتمه بالصدر، صح، بيحس حاله انه قلبه متسرع، بيقولوا له ما فيك شيء، توجه للطبيب النفسي. تماما تماما. فكثير بيترافقوا مع بعضهم، يعني الموضوع الحقيقه ما هو، نحن لذلك امراضنا ما بنسميها مرض، ليش؟ بنسميها اضطراب، لانه هي متغايره، يعني مو كل الاشخاص 100% مثل بعضهم، ولكن نحن بنجمعها مع بعضها وبنطلع منها اضطراب اللي هو بحاجه بصراحه لعلاج. ومثل ما قال ذكر بالبدايه كثير بتكثر اثناء الازمات، يعني نحن بالازمات بتلاقي كل شيء بينحدر لتحت الا موضوع نفسي، بتلاقي بيصير الاهتمام فيه اكثر. ليش اهتمام فيه اكثر؟ لانه حقيقه الحاجه له هي كبيره. صحيح. دكتور اليوم اذا بدنا نروح ل يعني حكينا هلا بموضوع الاسباب الازمات الى ما هنالك، اليوم انا ايمت بوصل للاكتئاب؟ شو السبب اللي انا بخليني اوصل لهي الحالات؟ شو الاسباب يلي بتخليني اوصل لحالات متقدمه وحاده من موضوع الاكتئاب؟ تمام. هلا هون بنرجع كمان لبدايه حديثك لما قلت لي فرق بين الحزن والهذا. الحقيقه الاكتئاب اكثر من الناس بتبرره انه يعني او الناس المحيطين بالمكتئب انه انت السبب، يلا انت طلع بصيت كذا. لا، الاكتئاب له اسباب كيميائيه، يعني مثل اي مرض ثاني له اسباب بناقل عصبي اسمه السيروتونين. شو معنى ناقل عصبي؟ الناقل العصبي نحن اعصابنا بوسطه فيه هيك قطع صغيره اسمها عصبونات، انا بحاول اتجنب الكلمات كثير حتى المشاهدين يكونوا معنا. بهالاعصاب العصبونات هي باخرها في مواد كيميائيه، هي بتحرك لنا كل جسمنا، احدها مسؤول عن مزاجنا اللي هو السيروتونين. هذا بيصير فيه نضوب بنقص، فنحن وقت نعطي ادويه للاكتئاب بنرجع هذا السيروتونين لوضعه الطبيعي. هلا اكيد اكيد بما انه انا حكيت انه الاكتئاب له علاقه بافكار ومشاعر وجسد، فانا مو بس بدي اعطي السيروتونين وارجع له وضعه الطبيعي، لا، انا بدي ارجعه للوضع الطبيعي ليلاقي حلول لحياته. فالاكتئاب ما ضروري يكون بسبب، في ناس بيكتئبوا بيكون حالتهم كثير منيحه ما عندهم اي مشكله، فجاه بينصابوا بالاكتئاب لانه في سبب كيميائي. بس بنفس الوقت في ناس بيتصابوا بالاكتئاب بسبب الضغوط الكبيرة، أكيد بيؤدي لأنه يصير يبدأ معهم هالموضوع هذا، بس بيكون في عامل مؤهب اللي هو نقص بمواد معينة بالدماغ. أوكي؟ فنحن ما بنعالج هالشخص، مو بنعالجه بس كيميائيا او نعطيه ادويه. طبعا الادويه لا تحدث ادمان ابدا، يعني هي فكرة كمان خاطئه، يعني ما بتساوي ادمان ابدا، بس نحن بعد ما بنعطيه الادويه بنرجعه لوضعه الطبيعي. طبعا ادويه الاكتئاب بدها اسبوعين لتاخذ مفعوله لتبدا المريض يحس انه هو تحسن، بعد منا لازم نحن نغير له حياته، نبدا نقول له ارجع على نشاطاتك، ارجع ابني علاقاتك الاجتماعيه مع المحيط، العاب رياضه، الرياضه من اهم الشغلات اللي بتساعد بالاكتئاب. يمكن كمان بتفرغ يعني الطاقه ببعض الاوقات. طبعا الرياضه، كثير من الاشخاص الحقيقه بيكونوا مكتئبين لما يجوا عندي على العياده بيقولوا لي نحن يعني بلاحظ الاعراض بلاقيها خفيفه شوي، بقول له عم تلعب رياضه؟ بيقول لي ايه، بقول له هذا السبب اللي خلاك ما توصل للاعراض الاعلى. تمام. كثير دكتور اليوم مين اكثر الاشخاص المعرضين للاكتئاب؟ يمكن على الاغلب انه هن المراهقين، ولكن هل ممكن بفئة معينة أكبر بالعمر ممكن يصابوا بالاكتئاب؟ لا لا، أو مثلاً اللي أصغر؟ لا، الحقيقة المراهقين لا، مو أكثر. الأكثر الأشخاص معرضين للاكتئاب هن النساء بين عمر 25 ل 35 سنة، الفترات اللي بيصير فيها تبدلات هرمونية كتير. النساء بيتعرضوا لكتير شغلات للأسف. منهم مثلا شيء قريب عن الاكتئاب اللي هو اضطراب المزاج ما قبل الدورة الطمسية، اللي هو من أكثر أسباب الانفصال بين الزوج والزوجة إذا ما كانوا عندهم علم بالموضوع. المرأة مثلا قبل الدورة الطمسية بشغلة أسبوع أو 10 أيام تمرق تبدلات غريبة، يعني تبدلات جسدية ونفسية تشبه الاكتئاب، فهون لازم نفرق بيناتهم. المرأة بتمرق بشيء اسمه الاكتئاب مع حول
الحمل، ليس مو ما حول الحمل، لأنه ممكن أثناء الحمل أو ما بعد الولادة بأيام إلى أسابيع، ما عم نحكي على الأيام الأولى بعد الولادة، أيام الأولى بعد الولادة هذا الكره للزوج والطفل وما أدري شو، هذا شيء طبيعي، ولكن قد تمرق باكتئاب حقيقي في أعراض نفسية اللي حكينا عليها، فهي أكثر أشخاص عرضة. بالعكس عند المراهقين الموضوع يختلف نهائي، يعني الاكتئاب ما بيتظاهر بالهمود. طبعا احد اعراض الاكتئاب هو الهمود النفسي الحركي او الهياج النفسي الحركي، يا معصب كثير يا كثير هديان. المراهقين بيظهروا اكتئابهم من خلال افعال مستساره، عصبيه، عدم الروح على المدرسه، مقاتلات، مخانقات، حتى لما بدهم يفكروا بالانتحار المراهقين بيفكروا فيها من خلال دخول مغامرات خطيره. يعني مختلف الموضوع نهائي الحقيقة. صحيح. اليوم دكتور قديش خطير موضوع الاكتئاب مع مرض نفسي آخر؟ قديش إذا اجتمعوا بشخص واحد قادرين يولدوا نتائج كارثية ببعض الأوقات على الشخصية؟ لا، من الحالات الشخص الخطيرة الحقيقة بالاكتئاب هي ترافق الاكتئاب مع أعراض ذهانية. شو المقصود بالذهانية؟ هو أحد أعراض الفصام اللي بنحكي عليه، اللي هن في عرضين أساسيات اللي هن الأوهام والإهلاسات. الأوهام هو اضطراب بتفكير الشخص، مو انه فكره بتجي لعنده وممكن انه هو اذا تناقشنا فيه يقبلها، لا. الفكره الوهم هو فكره ثابته عند الشخص لا تقبل الشك نهائي، يعني هو بيقول في كاميرات عم تراقبني، خلص لو جبت له دلائل، لو جبت له شو ما كان، هو ما له مقتنع بهي القصه. من الاعراض الثانيه هي الاهلاسات. الاهلاسات الحقيقه هو اضطراب بادراك الشخص، ادراكنا شو هو حواسنا الخمسه، بيصير اضطراب بهالادراك هذا. يعني انا الصوت عم بيجي لعندكم هوا، مزبوط، عم يطلع من الاذن للدماغ، الدماغ عم بيترجمه لمعنى. فهدول الاشخاص مثلا بصيروا بيسمعوا صوت حقيقي باذنهم عم بيحاكيهم، عم بيقول له انت ليش عايش، انت روح انتحر، انت ما في داعي لحياتك. طبعا دائما بيكون بالاكتئاب هالاشياء هيدي متوافقه مع المزاج، يعني هو مكتئب الصوت عم بيقول له انت مالك طعم حياتك. هيدي من الحالات الحقيقه القليله بتترافق مع الاكتئاب، ولكن حالات خطيره ولكن جدا. ولكن حالات خطيره في حال لم يتم معالجتها وما راح الدكتور النفسي. يعني اليوم الموضوع لسه عنا فيه شويه خجل انه لا انا ما راح اروح على دكتور نفسي، انا ما بروح على دكتور نفسي اليوم. هو دكتور نفسي ما شايف شعراتي شامله ابدا، بس لسه اليوم بمجتمعنا حاله الخجل من هي الفكره. شوفي هلا كثير تطورنا بهالموضوع هذا. انا كنت بتصوير بتلفزيون ثاني هلا من شي اسبوع، تفاجات المذيعه على الهواء وهي دكتوره على الهواء قالت انا معي الاكتئاب وانا عم بتعالج من الاكتئاب هلا. اكيد مو عيب، وهذا الشيء هذا بدل انه بلشوا يتطور. انتوا لكم دور كثير مهم. بتعرف الاعلام فتره من فترات كان يصور الطبيب النفسي دائما بالافلام المصريه، تقول لك شعره منكش وبيحكي هيك مثل المرضى، يعني هو مو هيك ابدا. يعني احد النهفات اللي صارت مره عم يصوروا هذا الحكي من شيء 20 سنة يمكن، صوروا بمشفى ابن سينا، فجايين الممثلين هيك وعلى اساس هن مرضى نفسيين وعم يزتوا حالهم على السيارات ويخبطوا على السيارة وكذا. فكانوا واقفين مدير المشفى الله يذكره خير دكتور عبد المسيح خلف ويطول بعمره، كان هو مدير المشفى وكنا واقفين جنبه، نحن كنا ساعتنا طلاب. فاجوا لعنا المرضى قالوا شو هدول دكتور عبد المسيح؟ قال لهم هدول ممثلين. قالوا لا هدول مجانين، مستحيل مو ممثلين. فيعني ابدا مو هيك، يعني نحن الاعلام احيانا عم بينزع صوره الطبيب النفسي اكيد من خلال اشياء كثيره. هلا بلش يتغير شوي الموضوع اكيد، يعني اليوم واجب الاضاءه على الجانب واهميه الجانب النفسي باستمرار حياتنا وحفاظ على توازننا بشكل عام. دكتور بدي اروح ختاما وسريعا، يعني دهمنا الوقت للاسف، للمضاعفات الخطيره اليوم على الشخص يلي بيرفض حاله العلاج من الاكتئاب. قديش انا بوصل لحاله من عدم التوازن، من الخطوره على نفسه وعلى المجتمع؟ هلا بصراحه يعني الاكتئاب مو بكل حالاته بحاجه لعلاج دوائي، ما يخافوا، يعني مو دائما نحن بنعطي علاج دوائي. يعني الاكتئاب الخفيف او المتوسط نحن ممكن نتجاوزه باشياء كثيره، نتجاوزه من خلال تغيير روتين حياتنا، نعمل نظام يومي، نكتب على ورقه مثلا احد الشغلات اللي بعملها انا، انه بقول لهم اكتبوا كل ساعتين شو الشغلات اللي بسطتكم، شو الشغلات اللي زعجتكم. مثلا انت الصبح تشرب قهوه، بتسمع فيروز، بتحس انه هالساعه النص ساعه هيدي كثير مهمه بحياتك، ساويها ساعه. صحيح. انت الساعه 10 بتتضايق من مدير الاذاعه هون، اوكي، فتتجنبه، حاول ما تبرق من جنبه الساعه 10 بتبرق شوي. كثير مهم لك هلا هي بتصير معنا ومع الشباب بالكنترول. يعني اذا غيرت نمط حياتك، اذا بلشت تلعب رياضه، اذا بلشت تجبر حالك لو انت مكتئب انك تطلع مع اصحابك،
سوي علاقات، زور أهلك، تشوف الناس اللي بتحبهم، تمتن علاقاتك معهم، ممكن نتجاوزها. الاكتئاب إذا ما تجاوزنا هو إذا ما في أفكار انتحارية وما في أعراض ذهانية فهو خطير، يعني ممكن بالنهاية يمرق، يعني ما له شغلة كتير صعبة، بس بتحتاج مثلا سنة لتمرق منه، بينما نحن بالأدوية حتدمر حياتك خلال السنة، لأنه حتوقف عن عملك، حتتوقف عن علاقاتك، فهذا كله حيأثر عليك. فنحن وقت نعطي أدوية مو لأنه ما بنتجاوزه، ممكن نتجاوزه، ولكن حنتجاوزه مع آثار كتير سيئة لنا، تمام؟ فيفضل احنا نتجاوزه من خلال الدواء بشكل اسرع. تماما دكتور، يعني بالختام بدنا نتشكرك، واكيد شام يعني دائما الصحه النفسيه والحفاظ على الصحه النفسيه من اهم الاسس اللي لازم نشتغل عليها. اليوم الطبيب هو مثل ما بيقولوا الاداه لنقدر نحافظ على صحتنا بشكل عام وصحتنا النفسيه تحديدا. شكرا كثير لك دكتور، يعطيك العافيه. تختار دائما المواضيع المهمه. شكرا كثير لك.